هذا في أيوة. حالة وجود دولة حقيقية. للأسف الشديد يعني دولة حقيقية. أنا كمواطن النهاردة أقول لك ليبي تفضل. نحن يجب أن نقر تفضل ونعترف أن الآن وأنا أتحدث عن بلادي ولا أسمح لأحد أن يزايد علي. تفضل يا فندم. ليبيا الآن ليست دولة مكتملة الأركان في القانون الدولي والمخصص في القانون الدولي. نعم. الدولة لكي تسمى دولة يجب أن تكون هناك مساحة من الأرض أيوة. الإقليم هذا الإقليم عليه شعب أو أمة نعم. تحكمه سلطة. صح. ليبيا الآن هناك إقليم اسمه الإقليم الليبي معروف الحدود وهناك أمة اسمها الأمة الليبية ولكن لا توجد سلطة سيادية حقيقية. نعم. هناك لا بس عندك شرعية نعم. الجيش الوطني نعم. وعندك الحكومة هناك المؤقتة هناك إقليم في شرق ليبيا سيد السني مش كده؟ بالضبط هناك حكومة الثني وهي الحكومة الشرعية المنبثقة في مجلس النواب أصدرت قرار بحظر كل المنتجات التركية وديوان المحاسبة أيضا والقوات المسلحة أيضا لكن هناك غرب مين ليبيا مين اللي هينفذ ده؟ تنفذوا فين فانهي مناطق في الشرق الجزء في منطقه الشرق. شرق ليبيا فقط شرق ليبيا فقط من الحدود المصريه السلوم نعم. الى حدود وتخوم سرت الى جنوب ليبيا اما المنطقه التي فيها كثافه سكانيه غربيه من سرت الى راس جدير الى حدود الجبل الغربي فيها اكثر من 3 مليون نسمه هذه تحكمها الميليشيات وحكومه السراج وهي حكومة وصاية حكومة السراج أخي أحمد أبسط ما يقال عنها أن هي أن السراج هو كرزاي ليبيا السراج كل مرة يذهب إلى تميم وإلى أردوغان ويستنجد بهم حكومة السراج بس هو مش جاي نتيجة اتفاقية الصخيرات أو اتفاق الصخيرات بالضبط أتى بوصاية دولية لم يتم تزكيتها من أي جهة من ليبيا بس انتوا بالنسبه لكم هو فقد شرعيته ولا لسه؟ فاقد الشرعيه فاقد الشرعيه فاقد الشرعيه تماما لانه لم يتحصل على ثقه مجلس النواب ولا يتحصل على ثقه الامه الليبيه شخص اتى به المجتمع الدولي وفرض على الامه الليبيه مده سنتين حتى بنص القانون او نص الماده التي في قانون الصخيرات انتهت السنتين وبالتالي نحن الان في مشكله حقيقيه دوله يحكمها شخص معترف به دوليا ومعترف به من قبل الميليشيات هو فايز السراج وحكومته يريدون أن يبيعوا ليبيا بثمن بخس والجيش الوطني هو المعترف به والتعامل يتم مع المشير خليفة حفتر للأسف الشديد للأسف دوليا الشديد للأسف الشديد قلنا من البداية يجب أن نشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة لم يستمع أحد إلينا دلوقتي كل التحية والتقدير دلوقتي في حرب عشان احنا دعم للجيش الوطني الليبي بالضبط كل التحية للشعب السودان عندما قرر ان ينشئ مجلس عسكري كل التحية للشعب الجزائري الذي انشأ مجلس عسكري يقوده قايد صالح اما في ليبيا للاسف الشديد المؤامرة كانت كبيرة جدا ومنعوا من تشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة وبالتالي الان نحن في حالة حرب منذ ساعات معدودة اعلن القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية من هو؟ المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أعلن حالة التعبئة وحالة الطوارئ والنفير العام دول بيعنوا إيه عندكم في ليبيا؟ يعنوا حالة حرب ليبيا الآن مقبلة على حرب ضد الميليشيات ضد الجماعات الإجرامية والإرهابية وضد دولة اسمها تركيا وبالتالي يجب على الجميع أن يتكاثف لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب يجب أن نفكر جديا في آلية لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر تحديدا لدينا اتفاقية دفاع مشترك عربية في سنة 51 لم تفعل إلى الآن عمل جاهدا الرئيس السيسي لتفعيلها عمل جاهدا أحمد أبو الغيث لتفعيلها للأسف لم تفعل نحن الآن في حالة حرب مع دولة اسمها تركيا الأستاذ عبد الستار من شوية اتكلم على غرف العمليات القطرية والتركية نعم هذا الشيء لم يعد اتهام أو لم يعد تحليلات هذا واقع هل ممكن ضرب هذه غرف العمليات ديت لأنها هي الإرهاب هي اللي بتقود العمليات الإرهابية ضد الجيش الوطني الليبي والشعب الليبي هذا أمر يعني ليس فيه أدنى شك يجب على القوات المسلحة الليبية بالتعاون مع رجال الأمن القومي ورجال المخابرات تحديد أماكن هذه الغرف وضربها ولكن هناك مشكلة تواجهنا وهي مشكلة دبلوماسية عندما كما ذكر لك الأخ عبد الستار أنهم استغلوا الحصانة الدبلوماسية لهذه السفارات سفارة قطر وسفارة تركيا يوجد لديهم إرهابيين وغرف عمليات الجيش الوطني بيحارب مين بصراحة؟ إيه المسميات؟
أولاً مين؟ أولاً يحارب جماعات إرهابية متمثلة في داعش والقاعدة وأنصار الشريعة والشريعة منهم براء، ويحارب جماعات إجرامية جريمة منظمة، الفاسدين من يهربون النفط كما ذكر لك الأخ عبد الستار، والحرابة قطع الطريق وما إلى ذلك. أيضا يحارب من هم مستفيدين من الفوضى في ليبيا، لا يريدون أن تستقر الدولة الليبية. دخلنا الآن كما ذكر بيان المشير من دعم تركي قطري لوجستي إلى دعم بالسلاح ودعم بالدواعش، وطائرات تركية قطرية تصل يوميا إلى مطار معيتيقة وميناء مصراتة محملة بالدواعش. والآن تهديد تركي واضح، ماذا يقولون؟ نريد أن نحافظ على مصالحنا في ليبيا. عن أي مصالح يتحدثون؟ هل ليبيا محمية تركية أو ولاية تركية؟ لكن العيب ليس فيهم، العيب في الخونة العملاء اللي داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي كما ذكر لك عبد الستار حتيتة، الذي يغض الطرف عن جرائم تركيا.